ما يختلف اثنين على مقولة إن الصحافة مهنة متعبة لكن أكيد ممتعة في نفس الوقت، ولا تشامر كذا وراها العديد من الناس ويستمتعون فيها. اللي مشت الصحافة بدمه ما يقدر يهدها، يعني نقدر نسميها إدمان، وحتى لو ابتعد عنها 8 سنين راح يظل الحنين داخله. وفعلا هذا كان حال ضيفتنا الكاتبة والصحفية ريم الميع. حياك الله معنا استاذة ريم. الله يحييك، تسلمين. مساك الله بالخير. مساء النور. هلا، ان شاء الله يعني نستمتع معك في هذا اللقاء، وايضا انت يعني بعد تستمتعين ويانا ان شاء الله، لان يمكن عندنا اسئله كثيره واسئله يمكن جايه بعد من 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 الجمهور. والله انا دائما استمتع بمتابعه برنامجكم، بس اني اكون داخل البرنامج واستمتع اعتقد صعب. لا يعني ان شاء الله ان شاء الله، لان انا يعني مع الكاميرا في رهبه اكيد، مع المايك في رهبه، ممكنكم متعودين يعني. واعتبرينا بكافيه وقاعدين نسولف عادي وعشان تكوني ريلاكس اكثر. ان شاء الله. انا صراحه يعني انا متابع لمقالاتك الحاليه في جريده الراي، شدني المقال يمكن يكون الاخير اللي هو القرده والابقار من الكويت، شيء كذي. شنو قصته؟ انا قريته حسيت بان انت وايد هاجمتينا. ما هاجمت، بالعكس هو كان خبر طريف نشرته جريده الراي قبلها بيوم عن قرد مدمن. وقامت الكويت بإبعاده، فصراحة خبر يعني لا هي مع الإنسان عشان لنا خلق شاب يعني خبر، أنا أشوفه خبر دولي يعني. إحنا كأن دخلنا موسوعة جينيس في إن إحنا البلد الأول ناس في العالم خلوا قرد يدمن. إحنا اللي خليناه يدمن طبعا، لأن صاحبة، لأن القرد ما أدمن بروحه يعني، وكان صاحبة الخبر. نعم، ان صاحب القرد كان يعطيه الدرج او المخدرات. نعم، علشان يستانس لما القرد يكون في حاله ادمان. الحمد لله والشكر، الواحد يقول عليه. يعني من طرافه الخبر، وان تم احاله القرد وصاحبه للنيابه، يعني حتى القرد والقرد تم ابعاده، فيعني تم التعامل مع موضوع القرد بصراحه بطرافه يعني الكل في عرة فعل. نعم، فأنا تفاعلت مع الموضوع بطرافة أخرى وتخيلت أبعاد هذا الموضوع. تخيلتي على قصة الوافدين بالكويت والطريقة بأن يعني ترحيلهم ووجودهم، وأيضا حتى الأبقار. موضوع الوافدين ما تخيلته، موضوع الوافدين هذا. نعم، موضوع كل يوم مطروح في الساحة، وكأنه يعني سياسي ممكن. وكأنه إيه يعني، هو صراحة موضوع الوافدين اللي قاعد اشوفه مطروح بالساحه على اساس انه هو مشكله، وانا اشوف انه هو مشكله مختلقه. يعني انا بالعكس انا مع وجود الوافدين، وهم ضيوف في بلدنا، وانا كنت دائما مدافع، وعندي اكثر من مقال بهالموضوع. فانا بالعكس على يعني ما اشوفها مشكله وجود الوافدين، بالعكس. انا بس حبينا بالبدايه كذي نهدي النفوس. هاديه هاديه. استاذه ريم، بعد انقطاع طويل عن الصحافه 8 سنين تقريبا، عدت حاليا مع جريده الراي. انا بفتره الانقطاع هذه 8 سنين بعيده عن الكتابه، معقوله قدرتي تستغنين عنها؟ لا، بعيده عن النشر مو بعيده عن الكتابه، لان نعم، الكتابه هي اسلوب حياه. انا نعم، اشوفها يعني انا انسان عندي رفقه مع القلم، يعني احب اكتب في اي لحظه، مو بالضروره ان كل ما اكتبه انشره، لكن يعني ما اقدر ما اكتب. بالضبط، انا قصدي انك تنشرينه وتعرضين افكارك، تعودتي سنين ان انت تكتبين وتنشرين وتشوفين ردود افعال وتناقشين، ابتعاد 8 سنوات طويل. لا، هو اختلف الوضع، انا كنت في مجال الصحافه الميدانيه. نعم، وكان يعني عملي جزء من فتره معينه، يعني كان فيها احداث واكبناها كتغطيه وكتفاعل معها. احنا ما خلقنا الأحداث كانت موجودة، إحنا تفاعلنا معها. لما انتهت هالأمور ما حبيت إن أنا أكتب من فراغ، وأنا دائما أقول الإنسان إذا ما عنده شيء يقدم إنه ما يقدم شيء. نعم، ف يعني ابتعدت لأني كنت أتابع الوضع. نعم، وعدت بطريقة أخرى، لأن أصبحت الصحافة الميدانية حاليا من الصعوبة، وبالذات في مجالي، إني أرجع لها مرة ثانية لأسباب. ليش؟ والله شوفي، مساحة الحرية قلت عن السابق. الكويت تقصدين طبعا؟ إيه نعم، مساحة الحرية قلت. نعم، عن السابق في مجال التغطيات. قبل كنا كصحفيين مفتوحة لنا كل الأماكن، الحين أصبح الموضوع بالنسبة للسلطة
مقنن اكثر، مرتب اكثر، صار في تراخيص، صار في اشياء ما كانت موجوده في السابق، كنا نتحرك على مساحه اكبر. وهذا يزعجكم من فعلا؟ الحريه طبعا، يعني اذا انا ما اقدر اوصل للمسؤول شلون انا بنقل عنه تصريح او اخبار؟ اذا انا بس احضر مؤتمر صحفي علشان انقل يعني ما يقال، وانتم قاعد تشوفونه بالتلفزيون، شنو بقدم لكم انا كصحفي اذا ما تميزت بخبر، اذا ما تميزت بالحضور، بمشاهدات، باللقطه اللي ما يقدر ينقلها غيري وهو بعيد، لازم يكون في قلب الحدث. هذه الاشياء صارت مو موجوده، صار في متغيرات كثيره وايد، يعني كان في احداث دوليه تغيرت، الخريطه العامه في البلد تغيرت، مو في البلد، في المنطقه كلها تغيرت. فكان لي مكان، الانسان هم دائما يقولون اللاعب غير عن المتفرج، عدت الى مقاعد المتفرجين، تابعت اللعبه من بعيد، وعدت لكن من مقاعد جديده. وعدتي بقوه؟ تشوفي نفسك بنشيتي بقوه ودخلتي الى المحليات؟ يعني ما فكرتي ايضا تتكلمين باخبار العالم؟ يمكن بالعكس، يمكن رجعت اهدى، يمكن كنت انا في مقاعد او كنت في صف الهجوم، صرت في صف الدفاع. نعم. زين كلميني، يعني كتابتك للمحليات ليش هذا الاختيار؟ فقط لي عقولتك مصف الدفاع يعني كان؟ لا، تتكلم عن الحين في المقالات؟ طبعا المقالات يعني. لا، المقالات الحين اختلف الموضوع، يعني الحين انا عندي ملتزمه بمقالين في الاسبوع، عندي عمود. الكتابه نفسها ممتعه ومزعجه، مزعجه انك انت تقدم شيء جديد مو مكرر، تطرح فيه فكر جديد، وتكون فيه صادق مع نفسك، صادق مع قارئك، وانك ما تتبع الموجه. هذه وايد صعبه. شلون ما تتبع الموجه؟ اذا شنو قاعد يدور؟ ما تسبح مع التيار، انك انت يكون لك تيارك. والله يعني استاذه، وهذا شيء وايد صعب ريم، يعني وايد قاعد تقولين شغلات يعني مبهمه، يعني وضحي اكثر. وضحي لنا اكثر. يعني شوف، توضيح الواضحات من المعضلات، ما ادري شنو اللي مو واضح. انه من الصعوبه ان الواحد يكون مستقل بنفسه. نعم. خليني اقول لك شغله، ان القارئ والكاتب من يتبع الثاني، بعض الكتاب يقعون في فخ انهم يتبعون القارئ. اي عشان مثل شعار الجمهور عايز كذا اللي في السينما، نفس الشيء اصبح القارئ عاوز كذا، فصار الكاتب يكتب في موضوع معين يلاقي نجاح فينتشي بهذا النجاح، فيبتدي يبالغ لارضاء هذا الجمهور، انه يحصل دائما على رضاهم حتى لو كان يخالف قناعاته. يعني اذا طالما ان توجه الجمهور هو يمشي مع توجههم، ما يكون هو عنده رؤيه تنويريه توجه هذا الجمهور، لانه خايف من هجومهم، ولان احنا في مجتمع يمكن يقص على نفسه اللي بادر. لا، واحنا في مجتمع اللي بادر دائما ينضغط ويمر بمراحل، فدائما الشخص يروح في التيار اللي مشوا فيه ناس من قبله عشان يجنب نفسه المراحل اللي هم مروا فيها. آمنك. ان شاء الله يكون كلامي عدل. استاذة، قبل شوي قلتي ان هناك تضييق للحريات حاصل حاليا في المنطقة، ايضا الوضع بالكويت تغير، انقطعتي 8 سنوات، الحين بعد ما رجعتي الكتابة في الجريدة أيضا، هل لك مطلق الحرية في كتابة ما تريدين؟ أكيد الجريدة لها خلينا نقول سياسة معينة، خطوط حمراء لا يمكنك تجاوزها. هل هناك فعلا خلينا نقول، أو مثل ما ذكرتي في بعض الأحيان الكاتب يروح وراء ما يبون القراء، لكن أيضا هناك في كتاب يتبعون شنو يبون أصحاب الجريدة، فإذا لا زال هناك قيود وخطوط حمراء. لا، شوفي، انا اذا بديت اكتب ما اقدر احط عندي خطوط حمراء، لاني في هالحاله انا ما اكتب، انا اكتب بحسب ما يعني الكتابه هي بروحها، يعني حسب ما تاخذني الكتابه. بعد ما ينتهي المقال اصحاب الجريده لهم الحريه المطلقه انهم ينشرونه او ما ينشرونه. واذا ما نشر؟ والله صار من قبل ما نشر، واحنا الحين يعني في صحافه الكترونيه وفي في سوشيال ميديا، ممكن فعلا تستخدم السوشيال ميديا فعلا في المقابل. صار من قبل كذا مقال منع ونشر في مواقع اخرى. استاذه، قبل نطلع فاصل، ذكرتي الخطوط الحمراء، بالنسبه لك شنو الخطوط الحمراء ككاتبه مقال؟
والله شوف، دائما حرية الإنسان تنتهي عندما تبدأ حرية الآخرين. الخطوط الحمراء إني ما أهاجم بشكل شخصي، إني ما أحط مصالحي الشخصية على القضايا العامة والمصلحة العامة اللي تهم الناس. نعم، إن شاء الله. احنا فاصل ورادين مع الكاتبة الصحفية ريم الميع. مستمرين معاكم مع الكاتبة والصحفية ريم الميع. دائما يعني اسم ما شاء الله كان إلى الآن لا وضع، لكن كنتي مو أقدر أسميك، كنتي مخيفة يعني بذاك الوقت، لأن قضاياك ميدانية وتنزلين في كل مكان. كان يحسبوا لك حساب ريم؟ ما أدري، اسألهم ما تسألني أنا. أنت بالنسبة لك يعني ما تبي تجاوبين كيفك؟ شنو فرق عليك ما بين الميداني وحاليا التحليل؟ المقال المقال أكيد فرق كبير، يعني الميداني ياخذ كل وقتك وكل اليوم، وفي متعة إن في صناعة إن يعني ويومي سبق. ونفس الوقت إيه سبق ويومي ونفس الوقت إن دائما في قضايا ورا بعض. المقالة لا تاخذ وقتك، يعني مرتين بالأسبوع، وتصير أنت اللي لازم تبحث عن القضية. في الميدان القضية اللي تبحث عنك، القضية تحتاج صحفي، القضية اللي تبحث عن الصحفي، لكن الكاتب هو اللي يبحث عن القضية. وشنو تبحثين أنت دائما على القضايا؟ توني كنت قاعدة أقول لك إن تكون قضية عامة مو شيء شخصي، يعني بعض الكتاب راح وزارة ما مشيت له معاملة، احنا شكوى. بالضبط. نعم. هذا السؤال دائما صار عنده على خلاف بايرين. شخصي، صار لي خلاف شخصي معك، اكتب عنك مقال. وانت عندك مقال تردين عليه بمقال. زين. احنا ضايعين بالطوشه. طب دسوا حق بعض رسائل. في واتساب. لا اكيد لا، هم ودي يعني الناس شنو يعني الناس هم يقولون احنا شكوى، القارئ يقول انا شكوى. فلازم يكون قضيه تهم الناس ان اخليهم يقرون لي. صحيح، لكن بالمقابل ريم يعني الصحفي بإمكانه بقلمه يخلي القضية وايد كبيرة، وبقلمه يبينها أنها عادية وتمر مرور الكرام، يعني كأنه بيد العصا السحرية أساس يخلي القضية هذه قضية رأي عام أو مجرد خبر إنه يمكن واحد حتى يقراه كهيدلاين ويهده ويمشي. طبعا الخبر لأي صناعة. لأي يعني إيش كثر ممكن، لأي مدى ممكن الصحفي يحط لنفسه حد إنه ما يتبع أهواءه، او مثلا ما شنو الناس يبون او شنو غيره يبون، اتجاهاته السياسيه او القناعات الشخصيه، في انه يصنع من هذا الخبر. اول شيء، اول عنصرين بالصحافه هو الحريه والمسؤوليه، يعني ما في حريه من غير مسؤوليه وما في مسؤوليه من غير حريه. ثاني شيء انه هو اليوم يكبر الموضوع، ثاني يوم يصغر الموضوع. الصحفي في النهايه يخاطب قارئ، والقارئ ذكي. مشكلة الصحفي أو الكاتب إذا كان يتذاكى على قارئ هو أذكى منه أساسا، نعم، فراح يكشفه فيصبح هو ما له قيمة، فما راح يقرأ له، راح يقرأ حق غيره. فهو الصحفي أساسا مصداقية، فإذا ما كانت له مصداقية ما راح يكون له وجود. مصداقية مطلوبة فعلا، يعني أنا شفت كتاب طيحوا أنظمة، عرفت شلون؟ يعني ممكن يقلب ثورات. نظام لان لهم مصداقية. صح، لكن لان لهم هل مصداقية. فعلا كل كاتب عنده مصداقية من خلال الجمهور؟ ممكن يخدع الناس في قلمه، راح ينكشف. ما في يعني ما في تخدعين كل الناس كل الوقت. نعم صحيح، هذه اكيد. وإذا تبين نوخر شوي عن كتابة المقال الموضوع هذا، مثلا نرجع إلى الموضوع قبل أن نتكلم عن الكتاب أيضا، بعد وسائل التواصل الاجتماعي، أنت موجودة ما شاء الله ونشطة في تويتر، فكلمينا هل هذا فعلا خدمك ككاتبة مقال؟ وايد خدمني، لأن أنا في التوقف الـ8 سنوات. في هالفترة لقيت السوشيال ميديا موجود، بس لأني كنت بعيدة فما كنت أكتب باسمي، أو ما كنت كنت أتابع. ولما بديت أرجع يعني بديت أفكر في العودة، رجعت من خلال تويتر. نعم صح. ولما لقيت تفاعل من المتابعين او القراء في تويتر، هذا اللي شجعني اني ارجع للكتابه. لان الانسان ساعات يقول انا خلاص لما اقعد واريح، وانت تكتب حق منو؟ الناس نسوك او الناس تغيروا، القارئ نفسه. نعم. إيه مو بس احباطات، هو واقع. يعني احنا يعني اللي كانوا يقرون لنا خلاص كبروا، صاروا يقرون حق ناس مختلفين. انت قاعد تكبرين معاهم ايضا.
إيه بس يعني أنت تحتاج إنك أنت توسع قاعدتك، أنت إذا ما راح يقرون لك الجيل اللي بعدهم، طبعا. أنت يعني راح تكتب حق ناس محدودين. فكان تويتر وسيلة لقياس الرأي العام، ممتاز. وايد استفدت من تجربتي. كانت لولا تويتر ما أصدرت كتابي، يعني أنا إيه. كتابي كان الكويتية في غوانتنامو. إيه، بس كان يعني حسيت بضرورة إصداره من خلال تويتر صراحة. جميل، كان أنا راح نتكلم أكيد عن هذا الكتاب ريم، بس فعلا القارئ شنو يبي؟ شنو الفرق بين قارئ زمان والقراء الحين؟ أكيد أنت الحين لمستي الفرق بعد ما ابتعدتي هذه الفترة الطويلة. شوفي، إحنا قبل كان في أحداث يومية، قبل كان في قضايا معينة دولية تتطلب متابعة. يعني كنا إحنا أول ما رجعنا خلينا نبتدي غزو، تحرير، وجود النظام العراقي السابق، إسقاط النظام، كل هالأشياء كانت وراء بعض. الأحداث الدولية هذه كانوا الناس متنشنين، فكانوا يبون أي خبر أي دقيقة. وبعدين ما كان في وسائل تواصل كبيرة، حتى الجرائد كانت خمسة، يعني ما كان في حتى توسع في تراخيص الصحف. نعم. فكان الخبر عزيز. الحين صار الخبر يتم تداوله من خدمات صحيح. إخبارية، سوشيال ميديا. ما عاد القارئ يحتاج خبر، صار يحتاج شيء جديد، يحتاج اللي بعد الخبر، التحليل، الآراء، وجهة نظر، يحتاج سليم. الكلام اللي وده يقوله بس ما يقدر يقوله. نعم، هذا كلام سليم، يعني ما شاء الله فعلا جاوبتي بالواقع اللي قاعد نشوفه. نرجع الحين الى الكتاب، وفعلا كان في تاخير، يعني انت الرحله الميدانيه اللي سويتيها في غوانتنامو في كوبا 2002، لكن الكتاب اصدرتيه في 2013، مده طويله على كتاب. هذا فيلم. هو مو تاخير، هو ما كان في نيه اصدار كتاب، انا كتبته نعم. ونشرته مقال. كخبر. نعم. نشر على 10 حلقات، صفحتين جريده كل حلقه، 10 ايام، اكتفيت يعني. وكان سبق وتناقلت وكالات صح. الأنباء وحققت من خلاله اللي أنا أحتاجه حققت أو نجاح. اللي أنا أطمح له. نعم. فأرضيت طموحي من خلال هذه الرحلة ومن خلال نشرها. بعد مرحلة تويتر حسيت أن القارئ لحد الحين يبي معلومات زيادة، ورغم مرور كل هالسنوات لا تزال القضية صح. موجودة. فرجعت لتدويناتي، للأشياء اللي أكتبها وما أنشرها، يومياتي، مشاهداتي. قدمت مادة مختلفة، مو خبرية، مادة تحليلية، مشاهدات، يوميات، وإن شاء الله تكون يعني كتاب جميل. وناطرين الجزء الثاني. لا، ما في جزء ثاني، لا خلاص بس. إذا هي تجربة حبيتيها ولا لا؟ يعني هل ممكن نلقى كتاب آخر لريم المع؟ كان في مشروع كتاب آخر وكتبت، يعني قطعت شوط كبير فيه، بس ما اقتنعت. إذا ما كنت قاعدة أقدم طبعاً. إضافة جديدة، وأنا على فكرة نرجسية، يعني مو بس إضافة جديدة قاعدة أتكلم بالمثاليات، إضافة للمكتبة العربية، إضافة للقارة، لا، إضافة لي أنا. أكيد. في النهاية هو إذا أنا ما راح يضيف لي شيء، يعني إيش راح أضيف أنا بعد يعني؟ ف في انتظار انه يكون عندي اضافه باذن الله. واحنا اكيد في انتظار هذا الاصدار الجميل. شاكرين لك جدا الكاتبه والصحفيه ريم المع، وامتعتينا، ونبي مره ثانيه تينا وتكونين مرتاحه اكثر. لا، اهم شيء ان انت تعجبك مقالاتي، ترى بالفاصل قاعد يقول لي مقالك ما عجبني. هذا راي جمهور. نتمنى لك كل التوفيق ريم في الصحافه باذن الله، وغيره في حياتك، وان شاء الله في هناك وعد للقاءات اخرى باذن الله. ان شاء الله. على خير ان شاء الله. مشكوره، تسلمين. اذا فاصل ورادين، عندنا أكل وراء ترى.